بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 22. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. توقفنا في الحلقة السابقة عند قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. كرر سبحانه وتعالى إخباره عن ملكيته أو مالكيته لما في السماوات وما في الأرض من باب التأكيد، وليربط آخر الآية بأولها. فقوله سبحانه وتعالى هنا: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي هو يملك ما في السماوات وما في الأرض من جميع المخلوقات العلوية والسفلية، كلهم خلقه وكلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. ثم قال في ختامها: وكفى بالله وكيلا. مع سعة مملكته سبحانه وتعالى التي ليس لها حد، ومع سعة عبيده ومخلوقاته في هذه السماوات وما في الأرض، فإنه يتولى شؤون الجميع ويدبر الجميع، لا يخفى عليه شيء ولا يعجز عن شيء ولا تقصر إرادته وتدبيره عن شيء من هذه المخلوقات، كلها تسير بأمره وبتقديره، وكلها تأكل من رزقه وتتغذى برزقه، وكلها تحت رعايته سبحانه وتعالى وتدبيره. والوكيل معناه الموكول إليه، الموكول إليه شؤون الخلق، فشؤون الخلق جميعها من آدميين وغيرهم كلها موكولة إلى الله، هو الذي يتولاها وهو الذي يدبرها وهو الذي يحيط بها سبحانه وتعالى. هذا معنى الوكيل، معناه الموكول والمفوض إليه تدبير الخلائق كلها، علويها وسفليها، من جميع الأنواع والأجناس، كلها يتولى شؤونها سبحانه وتعالى وحده، لا شريك له، ولا معين ولا ظهير ولا وزير ولا ولد له سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إن يشأ يذهبكم أيها الناس، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من جملة تصرفه وتدبيره سبحانه وتعالى أنه قادر على أن يهلك جميع من على وجه الأرض من الناس في لحظة واحدة، وأن يبدلهم بغيرهم. وهذا وعيد منه سبحانه وتعالى لمن خالف أمره وارتكب نهيه أن يستبدله بغيره، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله
ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهذا وعيد منه سبحانه وتعالى لعباده أنهم إذا خالفوا أمره وارتكبوا نهيه وتكبروا عن عبادته أن يأخذهم بالعقوبة والهلاك وأن يستبدلهم بآخرين كما حصل في الأمم السابقة في قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، أهلكهم الله واستبدلهم بغيرهم. فهذا وعيد للمتأخرين أن يحيط بهم ما أحاط بالسابقين من الكفرة والعصاة والمذنبين. ثم قال: وكان الله على ذلك قديرا، كان الله على إهلاككم عن آخركم واستبدالكم بغيركم قديرا، قادرا على هذا، لا يعجزه سبحانه وتعالى، ولكنه يؤخره لحكمة بالغة، ليتوب من يتوب وليكثر من المعاصي والذنوب من يريد الله إهلاكه. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فالله سبحانه وتعالى إذا ترك بعض الخلق وهم على معصيته وأخرهم ولم يعاجلهم بالعقوبة فليس ذلك عن عجز منه، وإنما هو لحكمة إلهية، ليتوب من يتوب وليملي لمن لا يتوب حتى يأخذه على غرة، كما قال جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وهنا يقول: وكان الله على ذلك قديرا، أي على أن يذهب بالناس جميعا الذين عصوا رسله، أن يذهب بهم جميعا عن آخرهم وأن يستبدلهم بغيرهم. ثم قال جل وعلا: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وبيده الخير كله وما يريده العباد، ولكن هناك دنيا عاجلة وهناك آخرة باقية، وفي كليهما خير، الدنيا فيها خير والآخرة فيها خير، لكن خير الدنيا منقطع وخير الآخرة مستمر. والناس على قسمين: منهم من يريد ثواب الدنيا ويريد خير الدنيا ولا تأتي الآخرة له على بال، وإنما همه الدنيا ومتاع الدنيا ويغفل عن خير الآخرة، وهذا قصور في العقل وقصور في الإدراك والإرادة. وهناك من يريد خير الدنيا والآخرة، وهذا هو الموفق الذي يريد خير الدنيا والآخرة. وليس المطلوب منا أن نطلب خير الآخرة فقط ونترك خير الدنيا، أو أن نطلب خير الدنيا ونترك الآخرة، بل المطلوب أن نجمع بين الأمرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما من يريد الدنيا فقط فإنها عاجلة، إن أعطي منها شيئا فهو زائل، وإلا قد يحرم أيضا، فيحرم من الدنيا والآخرة، والأمر بيد الله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، ما لا ما يشاء هو بل ما يشاء الله جل وعلا،
عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.